في فتره الدايت ممكن يجيلك احساس بالجوع المفاجئ، وده لانك بتغيري نظام الاكل اللي انت كنت ماشيه عليه وبتقللي السعرات الحراريه اللي انت بتدخليها جسمك. انا الدكتوره مي ضياء، اخصائيه التغذيه، والنهارده في الفيديو ده مع سوبر ماما هقولك على اكلات تاكليها لما تحسي بالجوع في فتره الدايت عشان تفضلي محافظه على النظام الصحي اللي انت ماشيه عليه. اول حاجه حاولي تعتمدي على الالياف الغذائيه، ودي موجوده في انواع كتير من الخضروات والفاكهه ودي القمح الكامل، وكمان موجوده في الشوفان، ودي هتحسسك جدا بالشبع لانها غنيه بالالياف، وكمان بتتحكم جدا في سكر الدم، فبالتالي مش هتحسي بالجوع المفاجئ، وكمان بتديكي طاقه كويسه جدا خلال فتره الدايت. تاني حاجه هي البروتينات الصحيه زي السمك والبيض والحمص والمكسرات واللحمه والفراخ، ودي اكلات هتساعدك على سد الشهيه، وكمان هتديكي طاقه وتساعدك تحافظي على الكتله العضليه في جسمك، فبالتالي تخسي بطريقه صحيه وسليمه. زيها زي السوائل، حاولي تتاكدي انك بتشربي كميه ميه كافيه في اليوم، لان ده هينزلك في الوزن بطريقه صحيه، لان ممكن يكون احساسك بالجوع ده نتيجه ان انت عطشانه مش عشان انت جعانه. الشوربه كمان من الاكلات اللي هتحسسك بالشبع، بس الشوربه اللي معموله من مرقه الفراخ وما فيهاش اي نوع من انواع الدهون او الكريمه. حاولي تاخدي شوربه فيها بروتينات زي الحمص او الفراخ، وفيها خضار زي الكوسه والجزر، ودي كلها اكلات هتحسسك بالشبع وهتديكي سوائل كافيه وهتديكي كمان الالياف والبروتينات. الفشار كمان من السناكس الصحيه جدا اثناء الدايت لانها بتزود احساسك بالشبع. حاولي تتاكدي انك عاملاها بدهون وملح قليل جدا عشان تاخديه بطريقه صحيه. دي كانت الاكلات اللي هتزود احساسك بالشبع اثناء الدايت، وطبعا لازم تنامي العدد ساعات كافيه. حاولي تنامي من 7 ل 8 ساعات يوميا عشان تزود احساسك بالشبع وتساعدك توصلي لهدفك في النزول في الوزن. لو عجبتك الحلقة دي ما تنسيش تعملي سبسكرايب لقناة سوبر ماما على اليوتيوب.